مساء الخير متابعينا. بالنسبة للأحوال الجوية في المملكة خلال 24 ساعة القادمة، تزداد حدة الحالة المطرية في أجزاء مختلفة من المملكة. هذه الليلة تمتد لتشمل أجزاء واسعة من المناطق الساحلية في المدينة المنورة، أجزاء واسعة من حائل والمدينة حائل، بالإضافة إلى أجزاء من القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، وبالإضافة إلى جدة وأجزاء من مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى. يتوقع أن يطرأ انخفاض لافت على درجات الحرارة هذه الليلة بشكل يسمح بأن تتساقط أحيانا زخات من الثلوج في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة في الأجزاء الغربية من حائل، مدينة حائل، بالإضافة إلى الأجزاء أو الجبال العالية من المدينة المنورة، الأجزاء الشمالية الشرقية من المدينة المنورة، بعض الأجزاء في الحدود الشمالية بمشيئة الله تعالى. وسيكون هناك متابعة ميدانية أولا بأول لهذه التوقعات الجوية. نهار يوم غد يتوقع أن تشهد أجزاء واسعة من المملكة أمطارا بمشيئة الله تعالى، تشمل مناطق جدة، مكة المكرمة، أجزاء شمالية منها وجه التحديد، المدينة المنورة، بالإضافة للمناطق الساحلية من المدينة المنورة، أجزاء من حائل، القصيم. وتصل الأمطار في وقت لاحق من نهار يوم غد إلى رفحة ومناطق الشمالية الشرقية المملكة بما في ذلك حفر الباطن. الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء باردة لكنها مستقرة، تكون درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية فقط، وأجواء غائمة جزئيا بوجه عام بسحب غير ممطرة في الغالب. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا والصغرى الليلة التي تري القادمة، ليست هذه الليلة إنما ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها شمالا من سكاكا 12-5، عرعر 9-4، تبوك 14-7 درجات مئوية. المناطق الغربية المدينة المنورة 24-15، جدة 35-23، مكة المكرمة 33-22، وفي الطائف من 23-13 درجة مئوية، مع فرص لأمطار رعدية في جدة على وجه التحديد، المدينة المنورة، وأيضا مرتفعات مكة قد تكون بعض من هذه الزخات أحيانا غزيرة بما يعمل على ارتفاع منسوب المياه. المناطق الجنوبية أبها 22-10، الباحة 20-11، وفي جازان من 29-26 درجة مئوية مع نشاط في سرعة الرياح. المناطق الشرقية الإحساء 20-11، الدمام 21-16، وفي حفر باطن من 12-7 درجات مئوية مع توقعات بامتداد الأمطار مع ساعات نهار يوم غد إلى تلك المناطق، تحديدا مناطق حفر الباطن. الرياض 19-8، بريدة 15-6 درجات مئوية، وفي حائل من 8-6 درجات. ونعيد ونذكر بأننا نراقب فرصة عالية لتساقط الثلوج هذه الليلة وفجر يوم غد في حائل بمشيئة الله تعالى. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.